مرحبا، معكم إبراهيم زوكا من فولفلاي دوت كوم في هذا الدرس الجديد مرة أخرى حول منصة التدوين بلوجر، والذي سنتعرف فيه على طريقة إضافة أزرار المشاركة على الشبكات الاجتماعية. هذه الأزرار أو هذه الأداة أشرت إليها في درس سابق حول التسريع، يعني تحميل مدونة بلوجر، وقلت أنها خفيفة وسريعة، وشخصيا أنا أستعملها بحيث على الديسكتوب أو على الكمبيوتر إذا فتحت مدونة فولفلاي ستلاحظ أن هذه الأزرار موجودة هنا، بحيث يمكن مثلا مشاركة موضوع على فيسبوك، بينترست، تويتر، لينكد إن، أو نسخ الرابط هنا. ثم لو فتحنا يعني نسخة الجوال، سنضيف إم تساوي واحد هنا. لو فتحنا نسخة الجوال فأنا أضفت مجموعة من يعني الأزرار هنا، لدينا فيسبوك، بينتريست، تويتر، ثم أضفت واتساب بأنه تطبيق على الجوال، أضفت كذلك ميسنجر، فيسبوك ميسنجر، لينكد إن، ثم الإس إم إس الرسائل النصية، ثم نسخ الرابط هنا. هذا بالنسبة لنسخة الجوال. بالنسبة لنسخة الجوال أضفتها في الأسفل هنا كما تشاهدون، وبالنسبة للديسكتوب فهي موجودة على يعني المثبتة على اليمين هنا. فهذا هو ما سنراه اليوم، طريقة إضافة هذه الأزرار على مدونة بلوجر. هذه هي المدونة التي أعمل عليها كما القاعدة، فسنحاول أن نتبع يعني الخطوات التي قمت بشرحها في هذا الدرس الموجود هنا. طبعا أول شيء سنقوم به هو أن نذهب للمظهر ثم تحرير HTML لإضافة هذا الكود، بحيث سنبحث عن body. فدعونا نذهب لنقوم بنسخ هذا الجزء كابي، فسنذهب لي كما قلت هنا، يعني ستذهب لمدونة ثم تنقر على المظهر ثم تحرير HTML. بطبيعة الحال دائما للبحث داخل القالب يكفي أن تنقر في أي مكان وسط القالب ثم Ctrl F من لوحة المفاتيح، بعد ذلك تكتب ما تريد البحث عنه هنا في هذا المربع، Paste، ثم Enter. أريد أن أشير فقط إلى أنه أحيانا يعني الكود الخاص ببادي قد يبدو مختلف، ربما إذا بحثت لن تجد هذا الكود. لماذا؟ لأنه يتم كتابته بشكل مختلف في بعض القوالب. فيمكنكم أن تحذفوا يعني هذين الوسمين هنا ثم تنقروا على Enter لإيجاد يعني وسم الإغلاق body. هذا الوسم هو الذي يقوم بإغلاق يعني صفحة أو صفحة الـ HTML الخاصة بالمدونة، ونحن سنحاول أن نضع الأكواد في الأسفل. لماذا في الأسفل؟ لأنه نريد أولا أن يتم تحميل الصفحة، مثلا عندما يأتي زائر للمدونة يفتح المدونة يجب أولا إظهار يعني المحتوى الموجود فيها هنا، وبعد ذلك يتم تحميل يعني هذه الأزرار. فإذا وضعنا الأزرار في الأعلى فسيتم تحميل الأزرار أولا، ولن يتم إظهار المحتوى يعني سيتم إظهار المحتوى ولكن بشكل بطيء، وهذا أمر لذلك سنحاول أن نضيفها هنا في الأسفل حيث body. إذا دعونا نبدأ. الكود الأول الذي سنحتاجه هو هذا الكود الموجود هنا، هذا الكود هو الذي يقوم بتحميل الأزرار. فسنقر هنا ثم سأضيفه فوق body. طبعا سأقوم بالنقر على حفظ. بطبيعة الحال لو قمنا بتحديث الصفحة لن يظهر أي شيء. لماذا؟ لأن هذا الكود يقوم فقط بتحميل الأزرار، لكن لإظهارها نحتاج لأكواد أخرى. طبعا هنا طبعا الكود الأول هنا كتب الخيارات على الجوال مثبت في الأسفل، فهذا الكود يخص يعني الجوال. لكن دعونا نبدأ أولا ب يعني دعونا نبدأ أولا ب الكمبيوتر. دعونا نبدأ على الكمبيوتر، فسننسخ يعني هذا الكود هنا ثم كابي ثم سنأتي إلى هنا ونحاول أن نضيف الكود هنا يعني في نفس المكان. Ctrl V. فسأنقر على حفظ المظهر. فالآن لو قمنا بتحديث الصفحة
كما تشاهدون تمت إضافة يعني أزرار مشاركة هنا على اليمين هنا. طبعا هناك مجموعة من الخيارات التي يمكنكم التحكم فيها. لدينا هنا ستايل رايت، إذا كنت تريد توجيه هذه الأزرار لليسار فيمكنك ذلك. مثلا سنقر على عوض الرايت سنكتب ليفت يعني إلى اليسار. فلو قمنا بتحديد يعني الصفحة سيتم تحويل الأزرار إلى يسار الصفحة كما تشاهدون هنا. لدينا كذلك هنا توب 150 يعني 150 بيكسل، يعني المساحة بين يعني الجزء العلوي للصفحة والأداة، يعني لدينا هنا هذه المساحة الموجودة هنا هي 150 بيكسل. إذا كنت تريدها في الأعلى يمكنك أن تضع هنا صفر مثلا. لو وضعنا صفر سيتم رفع يعني الأداة نحو الأعلى. فشاهدوا ماذا سيحدث. فالأداة ستصبح في الأعلى هنا، بحيث لن يتم ترك أي مساحة بينها وبين الجزء العلوي للصفحة. طبعا يمكنكم مثلا أن تغيروا هنا توب، تضعون بوتوم يعني زيرو نحو الأسفل. فلو قمنا بتحديد الصفحة كما تشاهدون أصبحت الآن إلى الأسفل بهذا الشكل. هذا ما يتعلق بالنسبة للديسكتوب. دعونا الآن نرى بالنسبة للجوال. طبعا الأداة التي أضفناها هنا ستظهر فقط على ديسكتوب، يعني ستظهر على يعني نسخة الحاسوب فقط. لماذا؟ لأننا أضفنا كود هنا. لو تشاهدون هنا data block is mobile request false، يعني أن هذا الكود سيعمل في يعني الديسكتوب فقط، بالنسبة للموبايل سيتم إخفاؤه. لماذا؟ لأنه بالنسبة للموبايل إذا وضعته على الجانب فسيحتل سيخفي جزء من المحتوى، هذا أمر سيء. لذلك بالنسبة للجوال سنحاول أن نضيف الأداة في الأسفل، وهذا ما سنقوم به. إذا دعونا الآن نضيف يعني الأكواد الخاصة بالجوال. سنعود بتفتح المدونة لدينا هنا بالنسبة للجوال، فسأحاول نسخ هذا الكود الموجود هنا. ثم سنعود للمدونة نفس المكان، طبعا في الأسفل فوق الكود الأول سنقوم بإضافة الكود الثاني وسننقر على حفظ. طبعا يعني هذا الكود الثاني الذي أضفناه يخص الجوال، فسنقوم بفتح يعني نسخة الجوال، يعني النسخة التي تظهر على الهاتف. ستلاحظون أنه ستظهر أزرار مشاركة في الأسفل، هي دي هنا ظهرت هنا كما تشاهدون، فيها فيسبوك، بنترست، تويتر، واتساب، فيسبوك ماسنجر، لينكد إن، ثم الإس إم إس ونسخ الرابط. هنا بطبيعة الحال تظهر في الأسفل، فيمكنكم إظهارها في الأعلى إن شئتم، يعني في الجزء العلوي. ستأتون إلى هنا ثم ستايل، ستقرون على توب ثم حفظ. وسيتم تحويلها نحو الأعلى. دعونا نشاهد يعني بالنسبة للنسخة على الجوال، فستصبح الآن في الأعلى كما تشاهدون هنا. لماذا؟ لأنه بعض هناك من يفضل أن يضع إعلان في الأسفل، يعني إعلان بانر إعلاني في الأسفل. على أي يمكنكم وضعها في الأعلى أو في الأسفل بحسب يعني تصميم مدونتكم. ثم لدينا ستايل آخر هنا، وهو الانلاين. الانلاين هو الذي يظهر وسط الموضوع. شخصيا أنا لا أحب استعمال هذا النوع من يعني الأزرار المشاركة، لكن إذا كنتم تريدون استعماله فيمكنكم ذلك. فما سنقوم بالبحث عنه هو البحث عن data post
بادي والتي رأيناها في دروس سابقة. يعني هذا الكود هو الذي يظهر نص المشاركة، بحيث أنه إذا أضفنا أي شيء فوقه سيظهر في بداية المشاركة، وإذا أضفنا أي شيء تحته سيظهر في نهاية المشاركة. فدعونا نبحث عن هذا الكود. فكما قلت، يعني هذا الكود هو الذي يظهر النص هنا، من هنا من بداية النص حتى النهاية. فهذا هو الكود الذي يتحكم فيه. إذا دعونا نحاول أن نضيف يعني الأزرار في يعني الأزرار في بداية الموضوع. فسنحول البحث هنا عن data post body. كما القاعدة دائما، معظم قوالب بلوجر قد تحتوي على هذا الكود مرة أو مرتين، يعني الكود متكرر. فيمكنك أن تكتب أي شيء في الأسفل هنا كما أفعل دائما للتأكد إن لم يكن هذا هو الكود الذي نريده. دعنا نكتب أي شيء لنحفظ تغييرات. فإذا ظهر هذا النص في الأسفل فهذا هو الكود الذي نحتاجه، وإذا لم يظهر فنحن نحتاج للبحث عن الكود أو تجربة الكود الثاني. ففي الأسفل هنا كما تشاهدون لم يظهر أي شيء هنا. دعونا نقوم بتجربة كود آخر. سأقوم بمسح، سأنقر هنا ثم انتر من لوحة المفاتيح للتنقل للكود الثاني. سأكتب أي شيء هنا مرة أخرى ثم حفظ. تحديث. إذا هنا ظهر 1111، مما يعني هذا هو الكود الذي نحتاج للعمل عليه. فكما قلت، إذا أردت للأزرار أن تظهر في بداية الموضوع يجب أن تقوم بإضافته في الأعلى هنا، وإذا أردت أن تظهر في النهاية يجب أن تضيف الكود في الأسفل. فدعونا نضيفها في بداية يعني النص. سأضيف هذا الكود ثم سأضيفه فوق data post body، لأن كما قلت هذا الكود هو الذي يظهر المشاركة. Ctrl V. سأحاول أن أحفظ. لنقوم بتحديث يعني الموضوع. فكما تشاهدون هنا ظهرت الأزرار في بداية الموضوع، بحيث يمكن للزائر مشاركتها. ولو نقر على رمز زائد ستجد أنه هناك مجموعة من الخيارات الأخرى مثل Pinterest, Reddit, Gmail إلى غير ذلك. فهذه هي طريقة إضافة أزرار الشبكات الاجتماعية Add to Any الخفيفة والسريعة لمدونة بلوجر. أريد أن أشير فقط إلى أنه يمكن تتبع إحصائيات المشاركات لمعرفة يعني عدد الأشخاص الذين يقومون بمشاركة المحتوى المدونة، كذلك المواضيع التي يتم مشاركتها، وذلك انطلاقا من جوجل أناليتكس. ولكن سنفعل ذلك في دروس قادمة، حيث سنقوم بشرح جوجل أناليتكس، وهي أداة مهمة للإحصائيات وتتبع ما يجري على المدونة. فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح. بطبيعة الحال كما العادة لمن يشاهد الدرس على يوتيوب، فسأحاول أن أضع لكم رابط الأكواد، هذه الأكواد والدرس كاملا في وصف الفيديو. فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح. وللمزيد من الدروس دائما يمكنكم زيارة fullfly.com.